بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 46 من الكتاب 33 كتاب الجهاد والسير، باب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 82 بعد 704,000، قال: حدثني عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يعني كان في 80 أرادوا أن يدخلوا ويهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، غرة يعني مفاجئين لهم من جهة جبل التنعيم، فربنا أمكنهم منهم وأسروهم كلهم وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم سلما ثم استحياهم وقال للناس جميعا: اذهبوا وأنتم الطلقاء، من دخل بيتي فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، وهكذا معلوم كما فعل النبي يوم فتح مكة. باب غزوة النساء مع الرجال، يعني النساء كنا يخرجن مع الرجال في الغزوات لسقيا الجرحى ولتمريض المرضى ولإعانة الرجال على القتال ولخدمتهم، لأن القتال كان لا يستغرق اليوم كله، كان يستغرق اليوم وقت النهار بس، وينتهي القتال إذا أظلم الليل، وأحيانا يمكثون عدة أسابيع يحاصرون، فليسوا في كل غزوة قتال كل يوم في كل لحظة. فالنساء كنا يمكثن مع رجالهن يخدموهن ويؤدين بعض الوظائف، وأحيانا بعض النساء كانت تقاتل بالفعل مع الرجال، عندها قدرة على القتال، بعض النساء كنا يقاتلن مع الرجال. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ثابت دمين ثابت البناني، زوج بنت أنس بن مالك، وخادمه عند كبره، وراوي حديثه، وكان عابدا صالحا، كان يصوم يوما ويفطر يوما 40 عاما، وكان يقوم كل ليلة. أيوه، ما هو سلم وسلم قراءتان في القرآن، واخد بالك؟ السلم والسلم قراءتان في القرآن، واخد بالك ازاي؟
لكن التشكيل عندنا في طبعه المكنز بالفتح سلم، لكن السلم والسلم معنى واحد. ها في نسخه هنا حاطط فتحه وكسر، دليل انها جائزه ثانيه. باب غزوة النساء مع الرجال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم، أم سليم دي اللي هي أم أنس بن مالك اللي هي الرميصاء أم سيدنا أنس بن مالك، اتخذت يوم حنين خنجرا، والخنجر كالسكين ولكن يقطع من الجهتين، كويس، اللي يقطع من الجهتين يسموه خنجر، واذا قطع من جهه واحده يسموه سكين، واذا كان طويل مدبب يسموه سيف، يبقى الخنجر قصير شوي ويقطع من الجهتين. اتخذت يوم حنين خنجرا، وخنجرا بكسر الخاء وفتحها لغتان صحيحتان، خنجرا وخنجرا، المصريين في لغتهم يقول لك خنجر بفتح الخاء، وهي لغة فصيحة أيضا، بل لم يذكر غيرها إلا القاضيان لم يذكر إلا الفتح، والجوهري في الصحاح لم يذكر إلا الكسر، والصحيح أنها تجوز فيها الفتح والكسر، خنجر وخنجر. أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلح زوجها، زوجها ده إيه أبو طلح زوج أم سليم، فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. شوف خنجر مرة فتحها لك ومرة كسرها لك، في أول السطر كسرها وآخره فتح، عشان يقول لك إيه إنها لغتان صحيحتان. هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطن بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء ان هزموا بك يوم حنين، لان انت عارف ايه حديث الاسلام بقى، خرجوا قدام الجيش بقى وفاهمين انهم رايحين بقى يعملوا نزهه ويجمعوا الغنائم، فقابلتهم هوازن بنبل شديد تراجعوا، فلما تراجعوا صدموا ايه الصحابه الثابتين، فالصحابه تراجعوا برجوعهم اولا، ثم نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وايه ونادى العباس يا اصحاب السمره، ونادى عليهم واحدا واحدا حتى ايه اجتمعوا مره اخرى مع النبي. فستنا ام سليم بقى ما كانش عاجبها اللي تراجعوا دول من الطلقاء، قالت له دول منافقين دول مجرمين، ايه اؤمر بقتلهم كلهم دول نخلص منهم اللي كانوا هيهزمونا دول. اقتل من بعدنا من الطلقاء ان هزموا بك، وان هزموا بك بمعنى ان هزموا عنك، بك هنا بمعنى عنك، الباء بمعنى عن، خدت بالك الباء تاتي كثيرا بمعنى عن، ان هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سليم ان الله قد كفى واحسن، يعني ربنا نصرنا عليهم خلاص ونعطيهم فرصه يحسن اسلامهم يعني. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه في قصة ام سليم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل حديث ثابت. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار، البائنة برضو بمعنى إيه معه، يغزو بأم سليم يعني مع أم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. يبقى دي الوظائف وظائف تمريضية إرفاقية، يبقى كل ما كان فيه إرفاق كإعداد الطعام، مداواة المرضى، سقي الجرحى، تكفين الموتى، كل الحاجات اللي فيها إرفاق
تركات النساء ممكن يقوم بها فيكفو الرجال ويهتم الرجال بالقتال والأعمال التي فيها ما لا تستطيع النساء. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو طلحة اللي هو زوج أم أنس بن مالك، أبو طلحة الأنصاري، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، مجوب يعني محوط عليه كده بحجفة، يعني ترس من الإيه، من الجلد، ترس كبير من الجلد، إيه علشان كان إيه كل التركيز من الكفار على موضع النبي، يريدون أن يقتلوا النبي، فكان كل الرمي على هذا الموضع، فجوب عليه بإيه بترس، يعني إيه يقيه السلاح، مجوب عليه بحجفة، والحجفة هي ترس من جلد. قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، من شدة إيه الرمي استهلك قوسين أو ثلاثا. قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، الجعبة هو الكيس اللي بيحطوا فيه النبل بتاع السهام، الجعبة، فيقول انثرها لأبي طلحة، فما يمر واحد معاه إيه جعبة فيها سهام النبي إيه يقال له إيه انثرها، فيقول انثرها، هل النبي كان اللي يقول كده؟ ممكن يكون النبي اللي بيقول كده، يقول انثرها لأبي طلحة، يعني ايه يضعها لأبي طلحة جاهزة لأن يلتقطها، يعني انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، الجحفة كده الحجفة دي اللي الترس ده مغطي النبي، يوم هو بيرمي أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من فوق عشان يشوف الرمية صلى الله عليه وسلم، يشرف يعني ينظر من فوق، دي معنى يشرف، وعشان كده احنا نقول الشرفة، الشرفة اللي هو الشباك الذي ينظر الإنسان فيه من فوق، يبقى يشرف يعني ينظر من فوق، يستشرف يعني ينظر إلى المستقبل، يبقى يستشرف يعني ينظر إلى المستقبل، يشرف يعني ينظر من فوق إلى الواقع. فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك أبي بأبي وأمي، لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم، يعني لا تشرف يعني لا تنظر من فوق الحجفة مخافة أن يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، يعني إيه يعني نحري، النحر اللي هو هنا كويس نهاية الرقبة مع بداية الصدرانة، يعني نحري دون نحرك، يعني أموت أنا وأنت لا، دي معناها كده، يعني أفديك بروحي، نحري دون نحرك. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم، الجرح كتره بقى والجريح ينزف، ولما ينزف الجو حار يعطش عطش شديد، فايه فراوي الحديث هنا اللي هو سيدنا مين ايه انس ابن مالك بيقول ايه ولقد رأيت عائشة بنت ابي بكر، يبقى النبي كان معاه ستنا عائشة في المعركة، وام سليم اللي هي امه ام الراوي، وانهما لمشمرتان، يعني رفع ثوبهما قليلا عشان يعرفوا يمدوا، يعني يمدوا يعني تكون الخطوة سريعة، أرى خدم سوقهما يعني خلخالة، الخلخال اللي بيبقى إيه في الساق، خدم سوقهما يعني خلخال أو موضع الخلخال، والخلخال بالنسبة للقدم كالسوار بالنسبة للمعصم، مش كده برضو، يبقى ما يلبس في المعصم يسمى سوار، وما يلبس في الساق يسمى خلخال،
لأن وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما على ظهرهما ثم تفرغانه في أفواههم يعني في أفواه الجرحى ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس يعني إيه كان كرب شديد وتعبه لدرجة كان يبقى ماسك السيف كده يقوم ينام 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 يقع منه السيف وياخده تاني من شدة الكرب والتعب والعناء رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خير. باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان اهل الحرب. يبقى احنا عارفين ان الفرسان لما بتخرج والرجال اللي بتقاتل لما يخرجوا بياخدوا سهم. سهم يعني نصيب من الغنائم. اذا كان فارسا الفارس له ايه سهمان والفارس له سهم. واذا كان راجلا له سهم واحد. وابو سلمة كان بياخد سهم ايه الفارس وهو على اقدامه. كويس؟ عارفين احنا القصة دي. طب والنساء ياخدوا حاجة؟ قالوا يرضخ لهن. يرضخ لهن يعني ياخدوا مكافأة كده. مكافأة وليس سهما. يبقى الرضخ هو مكافأة للنساء على خروجهن غير ولا يسهم لهن. وده مذهب مين؟ الامام الشافعي والامام ابو حنيفة. ان النساء يرضخ لهن ولا يسهم. كويس. الاوزاعي قال ياخذنا سهما الامام الاوزاعي والامام مالك قالوا لا يرضخ ولا يسهم. يبقى المالكيه عندهم النساء لا يرضخ لهن ولا يسهم لهن لان هيسهم للرجال والرجال والنساء دول ازواج للرجال فهياخدوا من ايه من مال ازواجهم. خلصت. ده مذهب مين؟ الامام مالك. خصوصا انهن لا يغنين في القتال عن شيء. ده راي مين؟ الامام مالك. مذهب الشافعية والأحناف يرضخ لهن ولا يسهم إلا إن قاتلت وأبلت لأن في بعض النساء ودول قليلات جدا بتبقى عندها قدرة على القتال كالرجال تبارز الشجعان فإذا كانت بهذه الصورة يبقى في الحالة دي تسهم لها وده نادر قليل منه. الإمام الأوزاعي لك يسهم لهن لأنهم شاركوا في الحرب ولولاهم ما تمت الحرب على هذه الصورة وما تم النصر. يبقى ايه فيها مذاهب والراجح هو مذهب الايه الاحناف والشافعيه انه يرضخ لهن ولا يسهم. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن يزيد بن هرمز ان نجده كتب الى ابن عباس ده نجده نجدة ده اللي هو من زعماء الخوارج ايام سيدنا عبد الله بن الزبير لما خرج ايه على الحكم الاموي وايه قالت له الخلافة في منطقة الحجاز واليمن والعراق مدة. نجدة ده كان من الخوارج. أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. راح يسأل يستفتي سيدنا عبد الله إنك تملي الخوارج جهلة. طول عمرهم كده جهلة بأحكام الشرع. فاهم؟ فنجدة إيه بعت لسيدنا عبد الله بن عباس يسأله عن خمس مسائل. كان الخوارج دول يعني في منتهى العجب. يقتلوا سيدنا علي ويسأله إيه حكم دم البعوضة لو مس ثوبي؟ أصلي في هذا الثوب أم لا؟ دم البعوضة بيسأل عليه ودم علي يريقوه. حاجة غريبة الشكل. فهي دي طريقته جهلة. فاهم؟ جهل يعني يودي بدل. المهم أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. يعني من كراهيته لي ومن بغضه لجهله ومعاداته لاهل الحق. فاهم؟ بيقول لولا بس ان انا مش عايز اكتم علم ما كنتش كتبت له ولا ايه ناقشته.
لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ يبقى سألوا عن ايه الأسئلة دي كلها، كويس؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. يحذين يعني يرضخ لهن بغير سهم، مكافآت يعني. أحذاه، أحذاه يعني إيه؟ كفأه. يبقى يحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن، يبقى لم يأخذوا بسهم، وده يرد على الأوزاع الذي قال يسهم لهن، ويرد على الإمام مالك الذي نفى أن يرضخ لهن أو يسهم لهن. واضح؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. معروف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام، ده من حيث ايه؟ من حيث اليتم يعني. لكن من حيث التصرف وحسن التصرف لابد ان يبلغ الرشد، يعني الاحسان في ماله، واخد بالك؟ عشان كده قال ايه؟ ده الرجل ممكن ينبت ليه اللحية ويكبر ولا ويكون ضعيف الايه؟ ضعيف الكسب وضعيف التصرف في المال، فيفضل برضه ايه؟ غير رشيد. ففي فرق بين الرشد واليتم، فهمت ازاي؟ قد يتم اليتيم بالاحتلام لكن لا يحكم برشده، يبقى انسان رشيد عاقل، الا اذا احسن التصرف في ماله وكان مكتفيا بجهده عن ان يسأل الناس. واضح؟ وده رأي الشافعية لا حد لسنه، العبرة الرشد لا حد لسنه، في مذهب الشافعية والمالكية لا حد لسن الرشد. ممكن واحد يبلغ الرشد عنده 30 سنة، واحد 40 سنة، واحد عنده 16 سنة، واحد عنده 15 سنة، واحد عنده 20 سنة. القانون المصري قال لك 21 سنة، والأحناف عندهم 25 سنة، بعد 25 سنة يبقى بلغ الرشد، كويس؟ والمالكية والشافعية قالوا إيه؟ قالوا لابد أن يبلغ درجة يعني يحسن التصرف في المال ويكتفي بإيه؟ بجهده عن سؤال الناس. واضح؟ فإن مر بمرحلة وأصلح ثم بعد ذلك أصابته سفاهة، يعني أصبح لا يصلح في ماله، يحجر عليه حجر الاستفاء، يعني يرجع تاني غير رشيد، ولو عنده سنه 60 سنة و50 سنة مالناش دعوة، طالما بقى سفيه، سفيه يعني يضيع ماله فيما لا طائل، فاهم؟ يبقى سيدنا عبد الله بن عباس مذهبه يشبه مذهب مين؟ الشافعية والمالكية. قايل ايه؟ خد بالك، هو بيتكلم على ايه؟ اليتم، بيتكلم على اليتم يقصد به الرشد، هنا يقصد به ايه؟ الرشد، ولا يقصد به وصف اليتم نفسه. فبيقول: وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، يعني يصبح رشيدا، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، يعني ضعيف الكسب، ضعيف العطاء منها، وضعيف التصرف، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، يبقى يصبح رشيد. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟
وإنا كنا نقول هو لنا، يعني أولي القربى، فأبى علينا قومنا ذاك اللي هو يزيد بن معاوية، منع خمس لأولي القربى يزيد بن معاوية وحكام الأمويين، فاهم؟ فقال إيه؟ وإنا كنا نقول هو لنا، يعني الخمس، فأبى علينا قومنا ذاك اللي هو يزيد بن معاوية وحكام إيه؟ الأمويين. سماهم قومنا ليه؟ لأن هم قرشيين ولا قرشي، فاهم؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخبر من الصبي الذي قتل. يعني كأنه إيه بيقوله ما تقتلش الصبيان إلا لو كنت بقى زي الخبر وربنا يأمرك أنك تقتل الصبي ده عشان لما يكبر هيبقى كافر، يبقى قتله وانت مش زي الخبر، فهمت ازاي؟ كأنه علقها بأمر صعب ان ايه يحدث له، يعني بيقوله ما تقتلهمش مطلقا لانه ممكن يستدل بجهله يقولك ما هو الخضر قتل الغلام، هو انت زي الخضر؟ حاجة غريبة اوي، ما هو جاهل اصلا، جهلة وحافظين القرآن، دي مشكلتهم الخوارج كده، جهلة وحافظين القرآن، فممكن يجيب لك آية من القرآن يستدل منها على قتل الصبيان بفعل الخضر. فقال له لما تبقى زي الخضر لما قال ما فعلته عن امري، ده ربنا اللي امرني، ابقى قتل وانت مش زي الخضر، يبقى لا تستدل بقتل الخضر للغلام على جواز قتل الصبيان. فهمت الكلام؟ الامام سيدنا عبد الله بن عباس علماء كبار، الصحابه علماء كبار، فاهمين ان هم اهل القران لكن اهل جهل، فهمت؟ لانه ممكن يمر على ايه الخضر يقول لك كل صبي يقتله ويقتله، هل يعني هو بقى الخضر؟ إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم وتميز المؤمنة فتقتل الكافرة وتدع المؤمنة. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري، نسبة إلى حروراء اللي هي المدينة اللي خرج فيها الخوارج، نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد اكتب اليه، فلولا ان يقع في احموقة ما كتبت اليه، يعني لولا ان انا ايه خايف لحسن يقع في حماقة ويقتل الصبيان ويعمل مشاكل انا ما كنتش ايه كتبت اليه. احموقة يعني الحمق، والحمق هو ايه خلاف الحكمة، والحكمة ما كان موافقا للشرع. فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. يبقى ما حددش سن معين، وده يرد على ايه على الاحناف اللي قالوا 25 سنة كفاية. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنا هم، سيدنا عبد الله بن عباس اللي هم بني العباس وبني المطلب، مش كده برضو؟ سيدنا عبد الله بن عباس اعتبر ان بني العباس هم منهم، لكن مذهب الشافعية هم بني المطلب وبني هاشم،
بني المطلب وبني هاشم. وزعم وإنا زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا الأمويين. قومنا هنا الأمميين الأمويين. وعن أبي قال وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله. قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز حا قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين ولا أقررت عين يعني بالكتابة إليه وعملت له سعر يعني وجودت كنت احتقرته يعني لولا إيه أن أرده عن نتن يقع فيه يعني فعل قبيح فشبه الفعل القبيح بالشيء قبيح الرائحة. فهمت؟ لولا أن أرده يعني أمنعه عن نتن يقع فيه يعني فعل قبيح كالنتانة. والنتانة هو كل ما له رائحة كريهة. ما كتبت إليه يعني ما كنت كتبت إليه ولا نعمة عين ولا أقررت عينه بالكتابة إليه يعني ولا أنعم عينه بالكتابة إليه. قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن بني العباس وبني المطلب وبني هاشم على مذهب سيدنا عبد الله بن عباس أدخل بني العباس فيه. فهمت إزاي؟ فأبى ذلك علينا قومنا اللي هم الأمويين يزيد ومن والاه. وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد. بلغ النكاح يعني بلغ البلوغ الحلم وأونس منه رشد وصار يحسد التصرف في المال ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلال حين قتله. وطبعا هو ما يعرفش لأنه لا يوحى إليه. فهمت؟ وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس يعني القتال البأس هنا يعني الحرب فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم المرأة والعبد. لأن العبد برضو لو أسهمت له ومعه سيده كأن سيده خد إيه سامين. فهمت بس؟ لا فالعبد لا ذمة مالية منفصلة له. وعن أبي قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام. هذه وظائف النساء تحرس النتاع الجيش وقت الحرب يبقى تخلفهم في رحالهم حراسة للمتاع وتعمل إيه في الفترة دي فأصنع لهم الطعام تعمل لهم الأكل كويس وأداوي الجرح تضمد الجراح وغير ذلك.
وأقوم على المرضى في خدمتهم يعني. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه. باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن سعد أن عدد غزوات النبي وغيره يعني من إيه من علماء المغازي أن عدد الغزوات 27 غزوة وستة وخمسين سرية. عدد غزوات النبي 27 غزوة وستة وخمسين سرية. قاتل في 9 منها. قاتل في 9 من ايه 27 غزوة. 9 اللي قاتل فيها بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر والفتح اللي هو فتح مكة وحنين والطائف. ادي 9 اللي قاتل فيه. وبعض العلماء قالوا قاتل فيه 8 فقط. واستثنوا فتح مكة لأنه كان صلحا على ايه؟ على رأيه. وده الرأي الإمام الشافعي أن فتح مكة صلح ولم يكن قتل قتال فيه. باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى صلاة الاستسقاء المعروف. قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل. قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. لم ينفي الزيادة، هو بيقول اللي تذكره. فهمت بقى؟ لأنه ممكن يكون ما حضرش كل الغزوات، فهو بيخبر على ما تذكره أو ما حضره. قال 19. فقلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير، وكانت قبل بدر. ذات العسير أو العسير أو العشير، ولم يحدث فيها قتال على فكرة. دي خرج فيها النبي ولم يحدث فيها قتال. والفرق بين الغزوة والسرية هي الغزوة ما خرج فيها النبي، والسرية ما أرسلها النبي. هذه الفرق بين الغزوة والسرية. يبقى الغزوة ما خرج فيها النبي، والسرية ما أرسلها النبي ومكث هو في المدينة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي فلما كان صغير يعني، فلما قتل عبد الله اللي هو أبوه عبد الله بن حرام يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب حا قال وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن ولم يكن 8 منهن، يبقى شال الفتح. احنا قلنا ان هو قاتل في 9 على اعتبار انها لابسه زي القتال يعني. واللي ايه واللي قالوا 8 وشالوا فتح مكة لان النبي لم يباشر القتال لانها تمت صلحا بعد ذلك. فهمت؟ قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديثه حدثني عبد الله بن بريدة. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. واللي قال أقل أثبت ما باشره ولم يقصد كل الغزوات، خصوصا ان الذي يقول اقل لا ينفي الزياده. فهمت بقى المهمه الحكايه.
عشان ما تقولش ده في تناقض، مره يقول 19 مره يقول 16 وابن سعد يقول 27، ايه التناقض ده؟ ولا تناقض ولا حاجه، هون عن نفسك. كل واحد اخبر على حسب ما علم، ولم يدعي احد منهم ايه؟ ان هو استوعب كل الغزوات. وعنه به قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن يزيد وهو ابن ابي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا ابو بكر ومرة علينا اسامة بن زيد. وعنه به قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الاسناد غير انه قال في كلتيهما 7 غزوات. باب غزوة ذات الرقاع. وعنه به قال حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ لابي عامر قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، يعني ما كانش عندهم ظهور تكفي عددهم، كان 6 على بعير 1 كل واحد يركب شوية والباقي يمشي عاملينها بالدور، يعني نعتقبه يعني بالدور. ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه. قال فنقبت أقدامنا، لما كانوا بيمشوا بقى والصحراء وصخور جرحت أقدامهم، نقبت أقدامنا يعني جرحت أقدامهم. فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال أبو أسامة وزادني غير بريد والله يجزي به، يعني لما ذكر الصحابي اللي هو سيدنا أبي موسى الأشعري لما قال المشاق اللي قابلتهم كره بعد ذلك مخافة أن يكون بيقولها شهرة، يعني يريد الشهرة، لكن هم حشاهم أن يكونوا على هذه الحال، تربية النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن تربيته. باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. وعنه به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حا قال وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة، مكان يعني مكان اسمه حرة الوبرة، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. قابلهم راجل معروف بفروسيته قوي لكنه كافر، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، أجي أحارب معك وأخذ جزء من الغنائم. كويس. قال له رسول صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة قبل تاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء موضع آخر، فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فانطلق معنا. والله تعالى أعلى وأعلم. وهل يجوز الاستعانة بالمشرك؟ يجوز إن كان أهل خبرة وحسن نصح للمسلمين، يجوز. وخبرك بدليل ان النبي استعان بصفوان ابن أمية وكان من الطلقاء ولم يسلم، وخرج معه في غزوة حنين ثم أسلم بعد ذلك صفوان. فيبقى كلما كنت مستغنيا
عن الاستعانه بالمشركين يبقى احسن. ان احتجت فلا بد ان يكون ناصحا خبيرا غير خائن. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على كتاب الاماره اليوم لحد ايه ما يقسم القسم بتاع الجمهوريه، يعني دي برضو من الموافقات بتاعتنا. يعني نقف على كتاب الاماره في اليوم اللي هو ايه يقسم فيه القسم، فدي موافقات كثيره بتقابلنا، يعني بتقابلنا كتير في اثناء دروسنا يعني. فسبحان الله بغير ترتيب كده حاجه سبحان الله. كتاب الاماره وفيه 56 بابا نبدا فيه غدا ان شاء الله لما يبقى عندنا امير ان شاء الله. لكن احنا هنقرا كتاب الاماره احنا ما عندناش امير؟ ما ينفعش. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم امنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، واكفنا ما اهمنا من امري دنيانا واخرانا واهلينا واحبابنا وذريتنا وامه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.